السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف هنعمل وير هاوس. فهاجي هنا في القلم واختار طبعا قلم استراكشر، وبعد كده اختار التايب اللي انا عايزه. واهم حاجة ان انا اختار هنا هاي بيش ديبس على اساس ما يبقاش في الدور اللي تحتية. انا بقى نختار العمود اللي احنا عايزينه. ممكن اعمل عليه سيلكت وبعد كده اقول له كوبي مثلا 6 متر مثلا. وممكن بقى لو انت هتنسخ اكتر من مرة تقول له مالتيبل وكروسترين وست برضو. دلوقتي بقى محتاج ان انا اجي بقى في الدور التاني، وممكن نخلي فيه لوح الاستراكشر. واجي هنا واقول له ان انا عايز من الاستراكشر عايز اعمل البيم، وابدا اختار بقى من هنا. مثلا انا عايز اخليها 3 متر و3 متر الناحية التانية. و3 متر من هنا لهنا. الريفرنس ليفل هو عاملها الليفل 1، لا انا عايز اقول له خليها في الليفل اللي احنا موجودين فيه ليفل 2. ثلاثة متر و3 متر. وهاجي هنا اغير ده لفاين، وتعال نشوفها في ال 3D. طيب هنا ممكن يكون المقاس كبير شوية، انا عايز اصغره وانا عامله 1000. انا ممكن اقول له خليها مثلا 310 بالشكل دوت. ممكن بقى ارسمهم بنفس الطريقة او اخدهم كوبي. وبعد كده ممكن اعمل سيلكت على الثلاثه دول، وده الستارت بتاعي. فاقول له الاند وليكن مثلا 400، او ممكن نشوفه في 3D او في اليفيشن نشوف هو ده اللي احنا عايزينه ولا لا. خليها مثلا 600. طيب ودول برضو نفس الفكره. ناقص بقى نقطة الالتقاء ديت. هاجي بقى بموديفاي والاقي عندي حاجة اسمها بيم كولوم جوين، واجي هنا اعمل العلامة ديت. طيب دلوقتي هضيف كونكشنز، اقول له هنا كونكشنز. طيب فرض ان انت ملقتش كونكشن جاهز، كل عليك ان انت تيجي هنا وتدوس على علامة السهم دوت وتتعلم قول او تختار اللي انت عايزه، يعني تقول له اد هيبدأ يضاف الكونكشن تبقى معاك. دلوقتي اقول له كونكشن، ابدأ اختار بقى الكونكشن اللي انا عايزه. ممكن تكتب له انا عايز كونكشن خاص بالبيم او العمود زي ما انت عايز، واختار يبدأ يعمل لي كونكشن بالشكل دوت. طيب دلوقتي هروح بقى ايه، عايز اعمل الفلور. بس قبل ما اعمل فلور خليني ارسم زي سيكشن كده او ادخل على الانفيشن. عايز اعرف الزاوية اللي معمول بها البيم.
اجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل زي دايمنشن، واقول له انا عايز الانجلر من هنا لهنا، هيطلع معايا الشكل دوت. طيب ارجع تاني بقى ايه للليفل 2، واقول له ان انا عايز اخد ده كده كل ده كده كوبي الاعمده بالكاميرات بكله، كوبي مثلا واقول له بعد كده ان انا عايز ارسم الفلور او الروف، مفيش مشكلة، اقول له باي فوت برينت دلوقتي، هقول له ان ده من ناحيه مش عايز سلوب ولا الناحيه اللي قدامها، هنا انا عايز السلوب بتاعي 11.31 وكذلك الاتجاه الاخر نفس الحاجه، واقول له اوكي، هشيل علامه الديفاين سلوب من الناحيه دي ومن الناحيه دي، اقول له اوكي، يظهر معايا بالشكل ده. تعالى بقى نشوف 3D اللي ظهر معايا هنا، فتقدر تاخده كوبي او تعمل له ميرور، وده الشكل اللي هيبقى موجود بعد كده.